ويكان. باش نحكي اليوم في يس ويكان على قصة جديدة من قصص النجاح، قصة بطلها شخص جعل من العلم والكفاح سلاحه في الحياة، تمكن فضلهم باش يصنع نفسه واحدة من أروع قصص النجاح في العالم. قصة نجاح بدأت من تحت الصفر وفات في أعلى درجات الشهرة والمجد. بطل قصتنا اليوم هو الرائد في ميدان التنمية البشرية، هو الكاتب والملهم، رمز النجاح والتميز، الدكتور والعالم المصري إبراهيم الفقيه. ولد إبراهيم الفقيه في 5 أوت 1950 بمدينة الإسكندرية في مصر، في عائلة متواضعة إمكانيات متكونة من 10 أفراد. الوالد كان يشتغل معلم والأم ربت بيت. عاش إبراهيم الفقيه طفولة قاسية بحكم ظروف عائلته المادية، إلا أنه نجح بامتياز في مشواره الدراسي وتمكن من الحصول على شهادة الماجستير في مجال الفنادق. لكن إبراهيم الفقيه كان يطمح لمواصلة دراسته وتحقيق حلم والده بالحصول على شهادة جامعية من أكبر الجامعات في العالم، الشيء اللي خلاه يقرر الهجرة لكندا برفقة زوجته. 5 فيفري 1977 كان تاريخ وصوله لكندا، وفي نفس اليوم شرع إبراهيم الفقيه في رحلة بحثه على عمل، لكنه تفاجأ بعدم اعتراف السلطات الكندية كل الشهائد اللي كان يحملها. وبحكم حاجته لتوفير مورد رزق قار اضطر للعمل كغاسل صحون في أحد الفنادق الفرنسية براتب قدره $1.5 للساعة، في الوقت اللي كان أقل راتب يتم منحه المواطن الكندي يقوم بنفس العمل هو $8 في الساعة. عمل إبراهيم الفقيه بتفاني كبير، وكان مقتنع أنه خدمته كغاسل صحون أو كنادل في مرحلة ثانية هي الخطوة الأولى على طريق النجاح اللي كان يحلم به. ولكن العقلية العنصرية السائدة عقدت الأمور بالنسبة لإبراهيم الفقيه اللي تم طرده بالرغم من حصوله على جائزة العامل المثالي اللي كان يتم منحها من طرف رواد النزل. اضطر وقت إبراهيم الفقيه للخروج مرة أخرى للبحث على عمل، وخدم الفترة طويلة كحامل أمتع في محطات القطار، عامل نظافة في أحد المقاهي، حتى استقر به العمل كحارس ليلي في العمارة اللي كان يسكن فيها. وبالتوازي التحق إبراهيم الفقيه بجامعة كونكورديا في كندا، وين تحصل في ظرف 4 سنوات على 3 شهادات جامعية، ماستر في إدارة الفنادق، ماستر في إدارة الأعمال، وماستر خاص في البرمجة اللغوية العصبية بروغراماسيون نورو لانجويستيك، الميدان اللي اكتشفه إبراهيم الفقيه وتعلق به في مشوار دراسته بالكندا. حصل إبراهيم الفقيه على وظيفة في واحد من أكبر نزل في كندا، وفي ظرف عامين أصبح يشغل خطة المدير العام التنفيذي للنزل، وكان أول عربي مسلم يشغل خطة من هالنوع في كندا، خطة قضى فيها عامين وينتحصل على جائزة أفضل مدير نزل في أمريكا الشمالية. لكن سوء الحظ لازم إبراهيم الفقيه بعد لقرر أصحاب النزل بيعه، وقرر المالك الجديد تغيير الإطارات العليا. وقتها قرر إبراهيم الفقيه الاستثمار بمعية زوج شركاء في تأسيس شركة متخصصة في ميدان السياحة والفنادق، وتمكنت الشركة من تحقيق أرباح قياسية في فترة قصيرة. وبالرغم من تحقيق نجاحات كبيرة على الصعيد المهني، إلا أنه ما انقطعش على الدراسة، درس وأتقن 3 لغات هما الإنجليزية الفرنسية والألمانية، تحصل على الدكتوراه في الميتافيزيقيا علم ما وراء الطبيعة، بالإضافة للعديد من الشهادات في ميدان التنمية البشرية. وكان يقوم بتدوين خواطره وتحاليله الشخصية الآخر ما وصلت له البحوث العلمية في هالميدان. وفي الوقت اللي ظن فيه أنه نجح في التغلب على كل العراقيل اللي واجهته وأنه كل الصعوبات أصبحت في طي الماضي، تعرض إبراهيم الفقيه لعملية تحايل من قبل شركائه، تم على إثرها إعلان إفلاس الشركة اللي كان أنشأها، واضطر البيع كل ممتلكاته وحتى سيارته الخاصة لتفادي سجن. بعد كل النجاحات اللي عرفها، رجع الدكتور إبراهيم الفقيه في سن 40 عام لنقطة صفر. وقتها طلبوا منه أفراد عائلته العودة لمصر، لكنه كان يحلم بحاجة واحدة هي النجاح، وقرر مرة أخرى باش يرفع التحدي. هات نشوفوا كيفاش كانت نهاية الحلم اللي عاش من أجله إبراهيم الفقيه. إن الله لا يغلق بابا إلا ليفتح بابا آخر أكبر، فقط لا تنظر وراءك. كانت هذه الجملة اللي تعود إبراهيم الفقيه يسمعها من طرف والده في كل مرة كان يواجه فيها صعوبات، جملة يقول إبراهيم الفقيه أنه تذكرها في أشد لحظات اليأس اللي مر بها، وكان لها مفعول السحر في تحريره من قيود الإحباط والاستسلام للفشل. تولدت بداخله قوة جبارة واشتحته رغبة عارمة في معانقة النجاح مرة أخرى. وقتها قرر إبراهيم الفقيه ترك ميدان السياحة واتجه نحو تأليف كتاب جمع فيه كل مقام تدوينه من خواطر وتحاليل الآخر ما وصلت له البحوث العلمية في ميدان التنمية البشرية. وأمام رفض كل دور النشر تبني الكتاب، قام إبراهيم الفقيه ببيع جزء كبير من أثاث منزله والاستلاف من بعض الأصدقاء، حتى نجح في توفير تكاليف الطبع.
عرف الكتاب نجاح كبير، وتم بيع أكثر من 5000 نسخة في ظرف أقل من 3 أشهر. نجاح خلى واحدة من أكبر شركات البترول في كندا تقوم باستدعاء الدكتور إبراهيم الفقي اللي قام إلقاء محاضرة حضرها أكثر من 1500 شخص. محاضرة عرفت نجاح كبير وجعلت منه واحد من أكثر مدربي التنمية البشرية المطلوبين في كندا. وبالتوازي مع المحاضرات اللي كان يلقيها، تواصلت رحلة إبراهيم الفقي مع الدراسة، وتحصل على أكثر من 23 شهادة عالمية في ميداني التنمية البشرية والبرمجة اللغوية العصبية. قام تأليف أكثر من 30 كتاب، تم بيع ملايين النسخ منهم في كامل أنحاء العالم. ذاع صيت الدكتور إبراهيم الفقي وأصبح المرجع رقم واحد في ميدان التنمية البشرية في العالم. زار العديد من البلدان المختلفة القارات، وين ألقى المحاضرات وأشرف على العديد من الدورات التكوينية. 2004 نجح الدكتور إبراهيم الفقي في الحصول على ثاني دكتوراه، وكانت المرة هذه في مجال العلاج الروحاني بالمسافات. وبعد أقل من عام تمكن من تحقيق إنجاز تاريخي وغير مسبوق في عالمنا العربي الإسلامي المعاصر، بعد لقام بابتكار وتأسيس 2 علوم جديدة وقعد تسجيلهم باسمه، وهما علم قوة الطاقة البشرية وعلم ديناميكية التكيف العصبي. 2007 و2008 تم اختيار الدكتور إبراهيم الفقي كأحسن محاضر في العالم في ميدان التنمية البشرية. قام ببعث المركز الكندي لقوة الطاقة البشرية والمركز الكندي للبرمجة اللغوية العصبية اللي امتدت فروحهم في كل بلدان العالم. وآخر الإحصاءات تقول إنه عدد الأشخاص اللي حضروا محاضراته تجاوزت 10 مليون شخص. 10 فيفري 2012، توفى الدكتور إبراهيم الفقي على إثر نشوب حريق في منزله. توفى رمز النجاح وطلب العلم. توفى الرجل اللي طالع أكثر من 11,000 كتاب في حياته، واللي سخر عمره لنشر العلم وإسعاد البشرية. آخر وصية تركها الدكتور إبراهيم الفقي كانت في شكل تغريدة على موقع تويتر، وقال فيها: ابتعد عن الأشخاص الذين يحاولون التقليل من طموحاتك، فالعظماء هم الذين يشعرون كأنك باستطاعتك أن تصبح واحدا منهم. ومن أحسن ما قال الدكتور إبراهيم الفقي: كل يوم نعيشه هو هدية من الله، فلا تضيعه بالقلق من المستقبل أو الحسرة على الماضي، فقط قل توكلت على الله. ونختم حلمة اليوم في يسويكان بوصية كان الدكتور إبراهيم الفقي يختم بها كل محاضراته: تعيش كل لحظة كان آخر لحظة في حياتك، عيش بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بتطبع داخل الرسول عليه الصلاة والسلام، عيش بالكفاح، عيش بالفعل والالتزام والإصرار والانضباط، وعيش بالحب وقدر قيمة الحياة. وربنا جمعنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله، يا حبيبي يا رسول الله، يا من علمتني حب الله سبحانه وتعالى، فبارك ربنا يجمعنا مع بعض إن شاء الله في جنة الخلد بإذن الله، وشوفكم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك، عيش بالإيمان، عيش بالكفاح، عيش بالصبر، عيش بالحب، وقدر قيمة الحياة. كانت هذه نصائح الدكتور إبراهيم الفقي. غدوة حكاية جديدة، غدوة حلمة أخرى، ديما أحلموا، أمنوا، وقولوا يس وي كان. يس وي كان.